السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يعني عشان طبعا احنا متعودين دايما بنغير الاستوديو بتاعنا ودايما بنجيب لكم الحاجات اللي تسليكم، فأنا النهاردة هسجل البتاعة دي في الحلقة دي إن شاء الله تحت السنو، بس طبعا ايه تعذروني لو في حاجة طلعت صح ولا حاجة، يعني كلمة طلعت كده ولا كده، عشان طبعا يعني اديكوا شايفين يا جماعة احنا بنتعب قوي، على رأي الفنانة ميمي جمال والأستاذ جمال أبو ريان. الموضوع النهارده مهم شويه. مهم ليه؟ لان احنا لازم نخرج منه بنتيجه، وخاصه واحنا بنستعد يعني الاستعدادات الكبيره ليناير لبعض الناس وكده. يعني كلنا طبعا نتمنى زوال هذا الاحتلال العسكري، بس لازم نبقى حاطين يعني رجلنا على ارض ثابته. كفايه بقى. تقول الاسطوره، وهي مش اسطوره ولا حاجه، هي حاجه حقيقيه، ان في صحفيه هولندية تم احتجازها في مصر ومعاملتها بشكل سيء جدا. الشكل ده اللي كان لا يجرؤ حسني مبارك على الاقتراب منه زمان، الاتحاد الاوروبي كان يمسكه يمصمصه كده. طيب لما رجعت لرئيس الوزراء بتاعها وقالت له ده حصل كذا وكذا وكذا، افتكر بقيت لك كده هيقطع بقى السيسي. فرئيس الوزراء بتاعها خدها على جنبه وقال لها ايه؟ قال لها بصراحه اسرائيل هي اللي بتحمي السيسي وبتحميه جامد قوي، فاحنا مش عارفين هنعمل ايه. فالبت طلعت فتانه، جت طالعه وهي صحفيه، جت طالعه وقالت رئيس الوزراء بتاعنا بيقول 1 2 3 4. الكلام ده يا جماعه يمكن من اهم الحاجات اللي كان المفروض ان احنا نركز عليها، برغم ان فات عليها كتير، وبادعو القنوات الفضائيه، هم طبعا عارفين الكلام ده كويس ويقدروا يبروزوه احسن مني، والمعدين الممتازين بتهيألي يا جماعة اتفرجنا على التلج كتير، فممكن اخش بقى صح؟ عشان الدنيا يعني المعدين الممتازين ممكن يتكلموا عنه كويس ويبروزوه كويس احسن مني الاصدقاء. طيب بس اهم حاجة نخرج من الكلام ده بإيه؟ يعني نخرج بإيه من كلمة واحدة واحدة صحفية هولندية لما اشتكت من ان تمت معاملتها وحش في مصر وبشكل غير قانوني، راحت اشتكت لمسؤول الحكومة الاكبر عندها، فقال لها مش هنعرف نعمل حاجة للسيسي عشان خاطر اسرائيل. لا سيبك من حتة ان احنا نستنتج ان هو جاسوس ومش عارف الكلام اللي احنا قلناه كتير ده، احنا لسه هنستنتج ان هو جاسوس، ما احنا عارفين ان هو جاسوس. ويسيبك برضو من ابناء نزهات الصيفيه واللي هم اكيد العشبه، هيقول لك نستنتج من كده ان هو بقى قوي جدا جدا وآسر قائد الاسطول السادس الهولندي. لا، احنا كناس بنفكر في التغيير، ازاي نصنع التغيير، نفكر في ايه؟ ناخد بالنا ان الحكومات الاوروبيه اللي ما قدرتش تدافع عن مواطنيها عشان ما تصطدمش باسرائيل، مش هتدافع عننا احنا عشان السيسي تحت حمايه اسرائيل. يبقى فرق كبير ان انت تستفيد من الظروف المواتيه، وده اللي انا بدعو ليه دايما وكده، وان انت تعتمد عليهم. انت لو هتعتمد عليهم مش هتوصل لحاجه ابدا. انت لو هتعتمد عليهم مش توصل لحاجه ابدا. في ناس منتظره والتغير في الاداره الامريكيه وبايدن وكده، ماشي هيكون تغير في بعض التصرفات في الشكل، ممكن في حاجات يغيرها. في ناس بيقول لك اصل هيوقف، الناس بتفرح قوي انه مثلا يقول لك ايه شرم المعونه 200 مليون دولار، 200 مليون دولار دول اللي هو في الجيش بيعمل فيها فرح بنته. 200 مليون دولار دول لو السيسي بس ميل كده على ابو هشيمه هيديله قدهم 10 مرات، ملوش علاقه بسياسه الدوله، دي حاجات منتظر. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ اللي المفروض نعمله احنا. عشان كده احنا لما قلنا اصحاب البلد، اصحاب البلد دي هي بدايه لاي شيء. اصحاب البلد الكتله الشعبيه اللي هي البدايه، يقول لك هي حركه سياسيه تهدف الى تكوين حاضنه شعبيه غير مصنفه قادره على التغيير. قادره على التغيير عشان ساعتها الحكومات هتعمل لها حساب.
قادرة على التغيير، عشان احنا بنقول اصحاب البلد لكل العرب مش المصريين بس، لكل صاحب بلد حر حتى لو مش عرب. ساعتها هو زي ما بيعمل حساب دولة مسيطرة باساليب كتير جدا جدا على القرار، هيعمل حساب لينا لاصحاب البلد. لكن لما بنروح له كده فرادة، لما بنروح له كده فرادة، فاحنا ملناش غير ان هو كل واحد يتصور معانا ويلعب في شعرنا شوية، ونروح نقابل بتاع الكونجرس ويلعب في شعرنا شوية، يا ده لازم انا اشوف الكلام ده وكده، ويطالب باحترام حقوق الانسان. ده موضوع مش هيفيدنا في حاجة. طبعا شفنا احنا تطورات الموقف الحكومة الإيطالية من أسبوعين، وتشوف الدنيا كانت إزاي ماشية زي النار، وبعديها وقفت، وبعديها تم تسليم صفقة أسلحة إيطالية للسيسي، فأصبح إن إحنا بيتباع، إحنا يعني ابن السيسي يروح يقتل ولد فيقتل قصاده 5 مصريين بدون أي ذنب، ويتعرف ان هو قتلوهم بدون اي ذنب، والعالم كله يعرف ان في 5 مصريين اتقتلوا في ميكروباص من غير ما يعملوا حاجه، ونعترف بكده، وهذا الموضوع يتم يعني تغافله تماما وتجاهله تماما، وبنتكلم نشوف يا ترى الريجيني اتقتل ازاي ونحاول نرضيهم. طبعا انا برضو يعني موت ريجيني وروح ريجيني ودم ريجيني يعني ليه كثير، انه هو انسان، وانسان محترم، وانسان كان بيفكر في حقوق الانسان لينا، فانا مهتم بيه جدا، بس شيء حقير جدا جدا ان احنا ملناش قيمه كده، بحيث ان احنا الخمس مصريين اللي هم قتلوهم واتمسكوا هم بيقتلوهم مش في الحسبان اصلا، محدش عامل حسابهم ولا بيفكر فيه. يبقى الحل مننا، الحل مش هيطلع غير مننا، محدش هيدينا حريتنا، مفيش هيجي رئيس امريكي هيشيل السيسي، واحنا مش عاوزين كده، احنا مش عاوزين كده. احنا وصلنا لمرحله ان كل الناس عرفت ان احنا اصحاب البلد، هنتكلم على يوم فيه وهننزل، واحنا الحملات دي ليه يا جماعه؟ الحملات دي احنا بنقيس بيها قوتنا وعادتنا وفعاليتنا. لما هنوصل للمرحلة دي وهننزل في الشارع، قسما بالله ما حد هيقف قصادنا، لان احنا مش هننزل نتدلع، مش هننزل نهتف، مش هننزل نهتف، احنا هننزل بمنتهى السلمية نقول ان احنا عاوزين حريتنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نعرف فلوسنا، عاوزين ننتخب، عاوزين نختار اللي بيحكمنا، عاوزين نحاسب الحرامية وكده. واللي هيقتل واحد فينا في أسوان هيدفعوا ثمنه في كل حتة في الجمهورية لحد اسكندرية، كلهم كمجموعة كعصابة واحدة، انتوا هتتعاملوا كعصابة، انتم هتتعاملوا كعصابة. فإحنا ال- 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 بدل ما ننتظر ان حد يجي يصلح لنا الظروف والأحوال ويشيل لنا رئيس، يا ريت احنا نعرف ان احنا أصحاب البلد، ونعرف ان احنا محدش هيمسح ألمنا غيرنا. عارف لما بيقولك محدش يمسح دمعتك غير ايدك؟ او والله كده، احنا اصحاب البلد في كل مكان، في كل بلد، في كل دولة، في كل دولة اهلها واصحابها مش حاسين ان لهم نصيب فيها. وشوية الكلاب اللي مفروض ان دورهم ان هم يحموها ويحموهم، هم تحولوا الى الجلادين والزبانية بتوعهم، مع انهم يا اخي والله اجمل من الفار، اجمل من الفار والله. يوم 28 يناير كانوا اجمل من الفيران، ولما وقع في ايدينا الراجل الضابط اللي كان مخبي السبلايد ده اللي بتاع ان هو ضابط ورا بلطه وكده، والله قسما بالله كان هيوطي يبوس رجليه، اجمل من الفار. ومع ذلك ما تقوليش اصل انا ما بعملش كده، انتوا كلكم نفس الفصيله، انتوا كلكم نفس العصابه. نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.